هذا ولقد عقد فخامة رئيس إدريس ديبي إتنو ونظيره السوداني لقاء ناقشا فيه عدد من المواضيع والقضايا أهمها الأمنية منها وبسط الأمن في المناطق الحدودية والإشادة بدور القوات المشتركة السودانية التشادية وتعزيز التعاون القائم بين تشاد والسودان في كافة المجالات. عثمان عبد الله. بهدف التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي التعليمي والفني ولا سيما التعاون في المجال الأمني والعسكري من أجل تأمين المناطق الحدودية واستقرارها، يجيء هذا اللقاء الذي جمع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مع نظيره السوداني عمر حسن أحمد البشير بحضور الوفد السوداني وعدد من أعضاء الحكومة ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. ويأتي هذا اللقاء بعد مشاركة الرئيس السوداني في احتفالات البلاد بإيد الحرية والديمقراطية النسخة 27 التي احتضنتها العاصمة نجمينا. اللقاء تطرق إلى مجمل القضايا الأمنية في المناطق الحدودية وطرق التصدي لمختلف أنواع التحريب والسعي إلى بسط الأمن والاستقرار في كافة المناطق الحدودية في تشاد والسودان. وخلال اللقاء ناقش الرئيسان السوداني عمر حسن أحمد البشير والتشادي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو موضوع القوات المشتركة التشادية السودانية التي عملت وسهرت على تأمين وسلامة المواطنين في الحدود. كما هنأ الرئيسان القوات المشتركة على جهودها المبذولة في بسط السلام والاستقرار في البلدين، كما تطرق الزعيمان لمختلف القضايا والملفات التي تمر بها الجارة ليبيا، وركز على الحلول والمصالحة الشاملة من أجل الأمن والاستقرار في ليبيا وضبط الحدود الليبية التشادية السودانية وإفريقيا الوسطى من أجل سلامة المنطقة من جميع محربي المخدرات والأسلحة والإنفلاتات الأمنية وقطاع الطرق. جدير بالذكر سيتم مثل هذا اللقاء في مطلع العام المقبل عام 2018 بالخرطوم العاصمة السودانية لتعزيز عمل اللجنة المشتركة السودانية التشادية والتصدي لكل محاولات الجماعات المسلحة والإرهابية التي قد تكون سببا في المشاكل الأمنية والنزاعات والأزمات للدول والتصدي لمختلف أنواع التسلل في الحدود. هذا ولقد قادر صباح اليوم رئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير والوفد المرافق له العاصمة أنجمينا متوجهون إلى الخرطوم العاصمة السودانية، وذلك بعد تلبية الدعوة الكريمة من قبل نظيره التشادي إدريس ديبي إتنو للمشاركة لعيد الحرية والديمقراطية. عائشة خليل. عقب مناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد الحرية والديمقراطية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام والذي احتفل به جميع التشادين بالعاصمة نجمينا وجميع أقاليم البلاد، قد شرف الحفل أيضا بالعاصمة نجمينا الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير برفقة وفد رفيع المستوى. إن مشاركة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير في الاحتفال بعيد الحرية والديمقراطية يقادر الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير والوفد المرافق له العاصمة نجمينا في طريق عودتهم إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث كان في وداع رئيس جمهورية السودان عمر حسن أحمد البشير فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بحضور معالي رئيس الوزراء باهيمي باداكي البير. وبمطار حسن جاموس الدولي ودع الرئيس السوداني جميع الحاضرين الذين أتوا لتوديعه بما فيهم الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني ومستشاري رئاسة الوزراء والسفير السوداني لدى البلاد وأعضاء السفارة السودانية، إلى جانب وزير الخارجية والتعاون الدولي وقائد الأركان الخاص لرئيس الجمهورية وعمدة مدينة إنجمينا، علما إن زيارة رئيس دولة السودان إلى البلاد قد تمت فيها جلسات عمل مشتركة بين الجانبين وتناولا فيها أبرز أوجه التعاون بين الدولتين، كما تطرق الجمهور والرئيس عمر حسن أحمد البشير إلى القضايا المتعلقة بالتنمية والأمن الشامل في الشريط الحدودي بين البلدين. استقبلت سيد